كونستانسا، المدينة الساحلية التي توصف بعاصمة مسلمي رومانيا. لا تمنع المساجد في هذه المدينة ذات الأغلبية المسيحية من أن تصدح بالأذان في سمائها، بل إن جزءاً كبيراً من هذه المساجد تحت حماية مؤسسة الآثار الرومانية. جامع هونكار التاريخي مغلق منذ فترة، ليس بأمر من السلطات هنا، بل لعدم وجود مصلين، حاله كحال معظم مساجد رومانيا التي بالكاد تفتح لإقامة صلاة الجمعة. في دائرة الإفتاء يعتقدون أن أصل المشكلة مادي في ظل ندرة الدعم المقدم من العالم الإسلامي، لكنها تحولت إلى مشكلة قلة وعي ديني متجذرة. يتقاضى أئمة المساجد نحو 200 يورو شهرياً، وهذا مبلغ لا يكفي لإعالة أسرة، ولذلك لا يمكنني أن ألزم الأئمة بالبقاء في مساجدهم، فمعظمهم يعملون في وظائف أخرى، وهذا يؤثر في نوعية المجتمع أيضاً. تجولنا في قرى جنوب رومانيا التي ما زال كثير منها يحمل أسماء عثمانية كقرى المحمودية والمجيدية وباباداغ وغيرها، إلا أن حال مساجدها أيضاً لا يختلف عما شاهدناه في المدينة. جزء كبير من المسلمين يعيشون في القرى، هذه القرى التي تبعد عن مدينة كونستانسا خاصة بالذات، يعني مسافة كبيرة. بشكل عام الأجواء هناك الفقر وعدم تعليم ووعي ديني قليل وحياة اقتصادية ضعيفة. خلال الحقبة الشيوعية شهدت رومانيا موجات هجرة جماعية نحو تركيا، فصار من الطبيعي أن ترى في قرى مسيحية مقابر إسلامية مهجورة. هناك التقينا بالحاج قدري الذي وصف لنا شيوعيي رومانيا بالأقل حدة وتعسفا مقارنة ببقية دول أوروبا الشرقية، لكنهم اتبعوا طرقا ملتوية لهدم مساجد ومدارس المسلمين أجبرت كثيرا منهم على الفرار بدينهم. كانوا يحشرون الشباب في حافلات ويرسلونهم للعمل من الصباح وحتى المساء، ومن يتهرب من العمل يحبس 5 أو 6 أشهر. هو لا يمنعك من الصلاة، لكن كيف ستصلي وكيف ستتعلم أمور دينك؟ تتلاشى المخاوف لدى المسلمين في رومانيا من اندثار الآثار الإسلامية بعد أن سجلت بوخارست ارتفاعاً ملحوظاً في احترام الحريات الدينية، لكن يبقى الخوف الأكبر على ما يبدو هو من ذوبان هوية المسلمين الذين يصفون أنفسهم هنا بالمنسيين.